هذا وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقيه تعزية ومواساة من أخيه دولة الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة عرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله. سألنا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته